جايين هون على المعرض لحتى نعرض المعينات الحركية اللي تم تصنيعها بالجمعية. في عنا هون إنه عكازات يعني أنواع مختلفة، عكازات رباعية، عكازات قبطية، وهون في عكازات القبطية تصنيعها من بلشنا من الخشبي لحتى وصلنا للألمنيوم. طبعا نحن كان عنا مركز كتير ضخم بهنانو، يعني مركز كان فيه كتير معدات، بس بسبب الأزمة والحرب تهدم يعني، ورجعنا لنقطة الصفر وبلشنا من نقطة الصفر، بلشنا نحاول أنه نطلع، أسسنا بسوق الإنتاج وهنيك عملنا الجمعية. طبعا فيها كتير أنه أقسام مختلفة. هلأ في عنا نحن مشروع جديد بإذن الله بالربع الأول من 2018، تصنيع كراسي متحركة. نحن عنا بالجمعية عبارة عن أربع أقسام: القسم التربوي، القسم المهني، والقسم الفيزيائي والتأهيلي. طبعا نحن الطفل بيفوت لعنا على الجمعية من عمر سنتين، بيطلع لعنا يعني بإيده بإذن الله صنعة يعني، طبعا وحسب كل طفل بما يناسب إعاقته البدنية أو الذهنية، حتى يقدر يتأقلم مع المجتمع ويطلع معتمد على حاله ومستقل بشكل أكثر. نحن أكيد مشاركتنا بالمعرض حتى نسلط الضوء أكثر على الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نقدر نشوف قديش هن عندهم إمكانات، لأنه نحن هالمعينات الحركية اللي عنا مشاركين بتصنيع ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا بإشراف ناس مختصين بهي القصة. حبينا أكثر نسلط الضوء على هذا الشيء. هلأ نحن بالأزمة اعتمدنا على نفسنا مثل ما قالت زميلتي، طلعنا من الصفر، وإن شاء الله نقدر نحقق يعني أهداف حلوة.